أهلا جديد مشاهدينا، نواصل صباح الشروق. الفقرة اللي شاهدناها في صالة جيم بخصوص التخصيص للأوزان بأوزان محددة يعني لأقل من 100 كيلو، الموضوع ما موضوع برضو تخصيص واتباع حمية غذائية والريجيم برضو القاسي بالنسبة للشخص حتى أنه ينقص من وزنه، يعني موضوع في الاستمرارية. كل ما استمريت في موضوع التخصيص في موضوع الرياضة عشان برضو التنشيف مهم بعد إذابة الدهون، يعني فهي دعوة صباحية برضو أن الناس تستمر في الرياضة، ودعوة أن الناس تستمر يعني في اتخاذ حميات غذائية معينة حتى أنه تحافظ على وزنها المثالي. دي سلسلة مختلفة نبتدرها صباحا بخصوص العافية، وعافية المشاهد هي نحن حريصين عليها جدا أنه نقدم في كل مرة روشتات متعددة في مجالات مختلفة. هذه المرة نتابع في هذا التقرير عافية المشاهد الكريم بخصوص الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز التنفسي. نحن داخلين أو في مرحلة فصلية الآن في الشتاء، فبالتالي كثير من الأمراض اللي بتحصل بالذات أمراض الجهاز التنفسي، ونتابع في هذا التقرير أبرز إشكاليات أمراض الجهاز التنفسي، ومن ثم نعود مشاهدين. الجهاز التنفسي هو من العناصر المهمة جدا لبقاء الحياة واستمراريتها، ولعلنا يعني نحن بنشوف انه الانسان لو توقف تنفسه سواء كان لمدة 5 دقائق، الخمس دقائق البسيطة دي ممكن تأثر على جسمه، ممكن تؤدي الى انه يفقد حياته. الجهاز التنفسي دوره الأساسي هو تزويد الجسم بالأكسجين، والأكسجين عامل مهم جدا لحياة الخلايا الجسمية المختلفة والعمليات الأيضية وعمليات الهضمية وعمليات التكسير المختلفة داخل والبناء داخل الجسم، كلها تقوم عن طريق الأكسجين وهو الإنرجي، هو طاقة الجسم، ويقوم بتخليص الجسم أيضا من ثاني أكسيد الكربون وهو ناتج ثانوي للعمليات الأيضية والهضمية في الجسم على مستوى الخلية. تراكم ثاني أكسيد الكربون أيضا من الأشياء المضرة بالجسم، وهو عامل يعني غاز سام أو عنصر سام بالنسبة لجسم الإنسان. الجهاز التنفسي يعني من الأجهزة السهل اختراقها بواسطة الميكروبات. يعني لو مسكنا تكلمنا عن في الفقرة الماضية عن الجهاز الدوري عن القلب والأوردة والأوعية الدموية المختلفة، فنلقاه دائما هي داخل الجسم، يعني محميه بالطبقات الجسم المختلفه. القلب محمي بالقفص الصدري بالعظام والجلد وغيره، وهكذا الاورده والشرايين تلقاها دائما محميه. اما الجهاز التنفسي هو عامل يعني معرض، لانه انت بتاخذ الشهيق، بتاخذ الاكسجين والهواء بمكونات مختلفه اللي هو الاكسجين، النيتروجين، ثاني اكسيد الكربون وهيليوم والعناصر الموجودة في الهواء الجوي، تدخل الرئتين بما فيها الذرات الغبار، ذرات الماء، البكتيريا، أي الأشياء كلها عالقة في الهواء تدخل الجهاز التنفسي. بالتالي الجهاز التنفسي معرض للغزو عن طريق الميكروبات المختلفة، الفيروسات، البكتيريا، العوامل المهيجة للتحسس، تحسس الجهاز التنفسي أو مهيجات الجهاز التنفسي عامة زي الغبار، العناصر الكيميائية المنتشرة في الجو وهكذا. فلذلك الجهاز التنفسي داير اهتمام، وداير الإنسان يهتم به بصورة كبيرة جدا جدا. وزي ما تكلمنا عن إنه المناعة، مناعة الجسم هي عبارة عن خط الدفاع الأول، فالجهاز التنفسي من أكثر الأجهزة التي تعتمد على مناعة الإنسان، لأنه أنت في أي لحظة في كل ثانية أنت تأخذ شهيق، تأخذ كمية من الأكسجين تدخله جوا الرئتين، بتدخل معها بكتيريا، بتدخل معها فيروسات، بتدخل معها غيره، دي كلها بتدي حمولة أو لود على الجهاز المناعة على أنه يخلص الجسم منها. وبتبدأ بالوسائل الحماية المعروفة عندنا، الميكانيكال باريرز في الأنف والحنجرة والرئتين والقصبة الهوائية، وتمتد للرئتين
والتيرمينال برونكيوس الصغيرة، الشعب الهوائية الصغيرة. الجهاز التنفسي ارتبط بأمراض كثيرة جدا، وأكثر يعني حاجة شهيرة مرت على الناس في خلال العام الماضي هو الكوفيد 19، الكورونا فيروس. الكورونا فيروس هو طبعا من الفيروسات اللي أدت لمشاكل كثيرة جدا، وهي بتدخل وبتصيب الجهاز التنفسي. ولا زال العالم يعني لم يتعافى من آثار الكورونا، ولا زالت الكورونا موجودة. والعامل الأساسي برضو مرجع تاني للحماية من الأمراض السارية للجهاز التنفسي المناعة والإجراءات الوقائية المختلفة. لكن في فترة الشتاء، واحنا مقبلين على فترة الشتاء، تنخفض درجات الحرارة وتنشط معها الميكروبات الفيروسية. ولعلنا نشاهد كثير جدا فترة بداية الشتاء تكثر النزلات البرد، ودي في عامل أساسي لها وهو الفيروس اللي هي ريسبيراتوري سينسيتي الفيروس، وبمسك غالبا عادة الأطفال ضعيفي المناعة والناس الكبار الإيلدرلي. دي الفئة الكثيرة اللي بتتأثر بالالتهابات الجهاز التنفسي في فترة الشتاء، وهي المتعلقة بالالتهابات الفيروسية. الالتهابات البكتيرية موجودة، ودي غالبا تأتي بعد الإصابة بالالتهاب الفيروسي. الالتهاب الفيروسي مرتبط بضعف المناعة،